معاصي كثيرة. أبرز معصية وأخطر معصية الشرك بالله تعالى. شفت الألفاظ ديل كلها من جانب، وكون الزول في الشدائد دار عتر دار رقع يقول يا المكاشفة الحقنا ويا برع القوم ويا الصائم ويا الصائم صائم ديمة ويا ود بدر ويا حسن ود حسونة ويا البكري ويا ود ود بنقا ويا تور عفينا ويا المرين ويا البدوي ويا كباشي. ده وقع في جريمة، ده مش بيدخلوه مخزن ولا بيدخلوه غرفة، بيدخلوه جهنم ولظى والحطمة، ما بيمرك تب جوا كاتم بس، مش بنادي في الشيوخ. اي انا ذاتي قربت انتهي لانه في فالزول البنادي غير الله ده يا جماعة وقع في الشرك. الدليل على انه وقع في الشرك قول الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى دمن ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه شيوخ أصنام أحجار بشر جن شواطين شجر حجبات كله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير لفافة بين النواء والتمرة تشق التمرة جوا في مصماصة بين المصماصة والتمرة دي في غشة ده القطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فكيد لو فتحت قبره خليه جوا القبر الفقيه والشيخ والولي، والله لو فتحت قبره جوا وزحيت الكفن من اضانه كوركت له يا فلان والله ما يسمعك. مش مات كوركت عديل هذه اضانه كوركت واو ما بيسمعك. ثاني رايك شو ما بيسمعك عديل كده تصرخ ساي والله انا هذه كلها ضحكه. ما انا غايته متاكد من الموضوع ده لانه دي نصوص. انك لا تسمع الموتى. ثاني لو قام عليه حيله قال انا بسمع بخرت لك فيه حليب بيرجع طوالي ولا انت كذاب لانه الله كلامه صدق قال انت ما بتسمع. ما بيسمع يا ناس بتضيعوا زمانكم ساي. ما بيسمع حسيتوا هذا ساوي لكم ميكروفون وساون عشان تسمعوا القدامكم ده. خلي زول جوا قبر وقاعد مدفون هنا وينادوا من حلة في آخر الدنيا بس كذب الراحة كده. كان ما في ولا نص ولا آية ولا حديث ده يسمع كيف. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. وما بيسمع لكن لو دارت غالط وقال لك ما بيسمع لكن لو دارت غالط ولو سمعوا. لو في اللغة العربية حرف امتناع لامتناع. كلام ده ما بيحصل. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يبقى دعاء غير الله شرك. ولا ينبئك مثل خبير. قال قتادة يعني نفسه سبحانه وتعالى.
ضل خلقك وخلق الشيوخ ديل، قال لك ديل ما بيسمعوا وغيرهم ما بيسمع تناديون، فها رايك شنو؟ ولو ناديتهم انت مشرك، قلت يا مكاشفي مشرك، خلاص انت فارقت الاسلام، لو مت جهنم ابد الابدين وما هم بخارجين من النار. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار.